هيئة الصحة استعدوا للجرعة الثالثة. تلاعبات مالية وراء إغلاق مدارس إسلامية في يوتيوبوري. كنافة البدر، اس اي موبلر، بابكر ابو كاس. من ستوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي. جرعة ثالثة من لقاح كورونا للجميع تدريجياً، هذا ما أعلنته الحكومة وهيئة الصحة العامة اليوم. وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هانغرين قالت في مؤتمر صحفي إن الجرعة الثالثة ستقدم الآن لكل شخص يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، إضافة إلى الموظفين في الرعاية المنزلية ودور المسنين الخاصة، ما يعني أن حوالي 1.5 مليون شخص سيحصلون على الجرعة الثالثة حالياً. المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون أعلن أن السويد ستقدم تدريجياً خلال فصلي الشتاء والربيع جرعة ثالثة من اللقاح للجميع، ولم يتضح بعد متى سيبدأ التطعيم بالجرعة الثالثة، لكن هانغرين قالت إنه يجب أخذها في وقت لا يتجاوز 6 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية. الوزيرة أعلنت أيضاً توزيع أكثر من 14 مليون جرعة من اللقاح في السويد حتى الآن، مشيرة إلى أن السويد لديها أدنى انتشاراً للعدوى في منطقة الشمال الأوروبي بفضل حصول كثير من الناس على التطعيم. بعد انتقادات حادة استمرت فترة طويلة من الزمن، أطلقت الحكومة اليوم تحقيقاً موسعاً لمراجعة كيفية تعامل السويد مع عمليات دولية لتبني الأطفال خلال العقود الماضية. ويتعلق التحقيق بعملية تبني السويديين أطفالاً من تشيلي والصين وبلدان أخرى خلال 60s و 70s القرن الماضي، حيث تبنى أزواج سويديون نحو 60,000 طفل من حوالي 100 دولة. وخلال السنوات الماضية صدرت تقارير عدة تشير إلى تبني أطفال خطفوا من أهاليهم وجرى تزوير هوياتهم في بلدانهم الأصلية، ويجري تحقيق جنائي في تشيلي بهذا الخصوص منذ العام 2018 يتضمن حوالي 630 حالة سويدية. وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هانغرين قالت إن التحقيق السويدي سيحدد ما إذا كانت أخطاء قد ارتكبت في عملية التبني والمسؤولية التي تتحملها الجهات الفاعلة، وما إذا كانت المخالفات فردية أو منهجية. تحقيقات صحفية أظهرت سابقاً أن كثيراً من السويديين الذين قاموا بعمليات التبني كانوا يظنون أنها عمليات قانونية حسب ما أخبرهم وسطاء التبني، في حين كانت في الحقيقة عمليات إتجار بالأطفال. في نتائج قد تكون صادمة، كشف تقرير صادر عن المنظمة الدولية أنقذ الأطفال ردا بورنن أن معدل الفقر النسبي للأطفال في السويد أعلى من بقية دول الشمال الأوروبي، ويعني معدل الفقر النسبي الأطفال الذين يعيشون في أسرة يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل في البلد، وتبلغ نسبة هؤلاء الأطفال في السويد 23%. تقرير المنظمة قارن بين 14 بلداً أوروبياً، وكانت نسبة فقر الأطفال في أيسلندا والدنمارك هي الأدنى نسبياً وبلغت 13%. رئيسة منظمة أنقذ الأطفال في السويد ماريا فريسك اعتبرت النتائج فشلاً للسويد في حماية الأطفال، مشيرة إلى عدد من العوامل التي أدت إلى ذلك، منها أن مساعدات الأسر لم تزد بما يتناسب مع ارتفاع المعيشة وزيادة أسعار الإيجارات. ومع ذلك أكدت فريسك أن السويد لديها نظام جيد لدعم الأسر، لكن بعض الثغرات في النظام تؤثر بشكل كبير. بعد جدل شهدته البلاد حول المدارس المستقلة، قررت مفتشية المدارس إغلاق مدارس روموس سكولونا الثلاث في يوتيوبوري اعتباراً من 19 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، معتبرة أن أعضاء مجلس الإدارة غير مناسبين لإدارة أنشطة تعليمية. القرار يؤثر على 600 طالب
يتعين على البلدية الآن نقلهم إلى مدارس أخرى. المدارس الثلاث جميعها ذات طابع إسلامي وتتبع رابطة مدارس التقدم في يوتوبوري. مفتشية المدارس قالت إنها فقدت الثقة في مجلس إدارة الرابطة نتيجة ما قالت إنه تلاعب بفواتير وهمية قيمتها ملايين الكرونات، في حين حولت الأموال في الحقيقة إلى الصومال. وكان الادعاء العام وجه اتهامات ضد المدير السابق للمدارس، وهو أيضا نائب سابق في البرلمان عن حزب المحافظين، بعد بلاغ للشرطة قدمه مجلس الإدارة. وفي أخبارنا المنوعة، اختار التلفزيون السويدي الشيف الشهير طارق تايلور شخصية العام ليتحدث إلى المشاهدين ويقدم البرنامج الرئيسي عشية عيد الميلاد. ويختار التلفزيون سنوياً شخصية تعرف باسم أوريتس يولفورد. تايلور قال تعليقاً على اختياره إنه شرف عظيم لي وآمل أن نقدم الفرح والمتعة للمشاهدين في عيد الميلاد. طارق تايلور من مواليد 1969 لأب من أصول فلسطينية وأم سويدية، وهو شيف شهير أدار عدداً من المطاعم وحاز على جوائز عدة، واشتهر في برامج على التلفزيون السويدي، وهو الآن أحد الحكام في برنامج باستي شاكت. وقبل تايلور اختيرت الفنانة ومقدمة البرامج السويدية من أصول فلسطينية غناء ديراوي شخصية عيد الميلاد على التلفزيون السويدي في العام 2015. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. كنافة البدر، اس اي موبلر، بابكر أبو كاس.